هاد السهرة الغنائية الفنية كتجي في إطار تتويج ديال الفائزين في مهرجان الأغنية العربية اللي نظمته جمعية مهرجان الأغنية العربية في نسخته الثانية اللي غادي يشجع هؤلاء هاد الشباب وهاد الشابات اللي قدموا لنا هاد السهرة اليوم اللي كانوا هما الفائزين في مهرجان الأغنية العربية في النسخة الثانية ثلاثة الفائزين زائد الأخت اللي حصلت على تنويه من طرف اللجنة لجنة التحكيم وساهمت وشاركت هي بأغنية ديالها فهاد الحفل هذا بهاد المناسبة هذه أشكر جزيل الشكر الإدارة ديال الخزانة الوثائقية على هاد الدعم ديالها وعلى الدعم يعني في مستوى الدعم المادي ودعم معنوي لهاد المواهب ولجمعية مهرجان الأغنية العربية. كنتمناو أن هاد التعاون وهاد الدعم يستمر حتى نصل بشبابنا وبالمواهب ديالنا الى مستوى الاحتراف. وشكرا جزيلا للجميع اللي ساهموا في تنظيم هذا الحفل هذا ودعموا هذا الشباب. كنشكر الناس القائمين على هذا الحفل الجد ممتع والجميل، وكنشكر التفاعل ديال الجمهور على دعمهم لنا، وكنشكر ايضا اداره المهرجان وهذا الفضاء الجميل اللي دوزنا فيه هذه السهره. وشكرا جزيلا وليلة سعيده.